مشاهدينا الكرام، ها هي الانطلاقة هنا لشوطنا الرابع في مجموعة الأشواط، والشوط الرابع الخاص بالإذاعة البكار أيضا من هجنة أصحاب السمو الشيوخ، مفتوح لأبناء القبائل. شوط أيضا فيه التحديات، فيه الإثارة. أيدينا ومتابعينا الكرام نتابع مسيرة هذا الشوط، نتابع هذه التحديات الجميلة، وهناك الانطلاقة والتحدي من قبل متعبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، وأيضا من الجانب الآخر هناك تأتينا بالانطلاقة الظبي أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وأرى التسلل من فزعة هنا بهذه الانطلاقة لمصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير لغفلي، وتأتي برهومة على المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي. وهنا الانطلاق والتحدي من قبل زعفور المنطلقة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابعها. عفوا، هذا مغيظة، زعفور في الخلف، زعفور في الخلف. هذا الأرقام هنا أيضا متغيرات. ها هي مشاهدينا الكرام، إذن يتابعها مسري بسالم بالعرطي الحميري. نتابع هذا الأداء، ما شاء الله، تحديات قوية وإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى من فزعة من فزعت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لمصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير الغفلي، من انطلقت على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، سيطرت على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني، تأتي متعبة على المركز الثاني. هنا هذه الانطلاقة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. زعفور على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، تابعها مسري بسالم بالعرطي الحميري. وصلت هنا برهومة، وصلت برهومة سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمر الذكريات سعيد بن محمد بن حزيم، من يتابعها هنا فلاسي بهذا الأداء الجميل. وهنا تأتينا الظبي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري. هذه هي النتائج للخمسة المراكز الأولى المنطلقة بالتحدي، المنطلقة بالإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وهنا صدارة، لا زالت هنا فزعة، هي الفازعة على صدارة، فازعة على المقدمة على المركز الأول، مسيطرة على زمام الأمور لمصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير الغفلي، طريقة على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. زعفور من الجانب الآخر، هناك لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم يتابعها مسري بسالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز الثالث متعبة، والمركز الرابع الظبي وملكية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، يتابعها سعيد بن عبيد الحميري. وهنا برهومة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي في التضمير. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، خمسة أسماء، خمسة منطلقات ومتحديات. هل من قدوم من المراكز الخلفية؟ هل من قدوم أيضا من المشاركين والمتابعين؟ ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة، المركز الأول وصدارة هذا الشوط، فزعة هي المسيطرة على زمام الأمور، مسيطرة على الصدارة وعلى المركز الأول. ولكن أرى التغيير هنا، هنا التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة مع الكيلومتر الأخير هنا في هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الظبي من غيرت، الظبي من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول،
صدارة هذا الشوط اسمه شق مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. وعلى المركز الثاني وأرى برهومة ودماء أيضا تتسلل من مركز إلى مركز عينها على صدارة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمر الذكريات سعيد بن محمد بن حزيم من يتابعها هنا على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث فزعة لمصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير، والقادمة هنا القادمة فريدة من هجن ند الشبع بمتابعة غياث الهلالي قادمة على المركز هنا الرابع وعينها على المركز الثالث وعلى الصدارة. هناك أرى الانطلاق من شعلة لسالم بن هلال بن قلفان المزروعي أيضا قادمة في هذه الانطلاقة الجميلة، ولكن الصدارة الظبي هي المسيطرة على زمام الأمور، مسيطرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هو التهنية للشباب سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثاني برهومة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، شعلة للسيد سالم بن هلال بن قلفان المزروعي من أتت على المركز الثالث. المركز الرابع هناك أيضا من هجن ند الشبا فريدة، والمركز الخامس عندك يا مطر يا بن سعيد يا بن حلوة من وصلت مشكورة على المركز الخامس وست دقائق 16 ثانية 18 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.